السلامة الناس الكل ومرحبا بكم مرة أخرى في الشين يوتيوب أنبوكسينج تين. كالعادة معاكم ياسين اللوزو. فيديو اليوم بش يكون فور ريفيو على آخر ساعة ذكية من شركة هواوي اللي بش نكتشفوا فيها برشا مميزات. لكن قبل كل شيء وكالعادة ما تنساش كالعادة هيك الدعم باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس. الواتش جي تي 3 هي سمارت واتش متميزة في برشا حاجات وتجي معها شارجور وايرلس وكتيب الاستعمال. الواتش جي تي 3 متوفر في الاسواق التونسية بدو فيرسيون، عندك ال 46 مليمتر اللي فيها 3 اديسيون والا ال 42 مليمتر كيف كيف فيها 3 اديسيون. سينو خلينا نبداو نحكيو على الواتش جي تي 3 اللي عندي واللي هي 46 مليمتر كلاسيك، وتلقاهم ديسبونيبل باوفر مزيان عن طريق الرابط اللي تلقاوه في صندوق الوصف. اللي يخلي سمارت واتش هذه مضخمة هي خامة التصنيع من ستينلس ستيل اللامع وصعيب انه يتخبش، والسانتور من الكوير اللي تنجم تبدلها بلاستيك ولا ميتال ولا كيما تحب انتي، خاطر السايز متاع السانتور ستوندار موجودين كيما المناقل العادية، حاجة ممتازة برشا. واكثر من هكا الجي تي 3 واتر بروف 5 ATM، عندك اكران عالية الجودة اموليد 1.43 بوس ضاوي بالباهي واستجابته لللمسة سريعة وفيه الاول Always on display. وكانك تسأل على نظام التشغيل هو الهارموني OS. هوني عندك دو بوتون، الفوقاني كليك يهزك للابليكاسيون ونفس البوتون فيه روتيتينغ كرون يعني تنجم تدوره، ومربوط بموتور فيبراسيون يسهل لك استخدام الساعة من غير ما تلمس الكرون، ياسر حلوة الفازة. والقرص اللوطاني هو عبارة على شورت كات تنجم تخليه يعمل اللي تحب عليه من السيتينغز، وهوني بار ديفو يعديك للاكتيفيتي سبورتيف اللي هما أكثر من 100 وضعية. الجي تي 3 ممتازة برشا زادة في الشيء هذا وتعطيك أرقام دقيقة للغاية، تقيس لك دقة القلب طول اليوم، تقيس لك زادة نسبة الأكسجين في الدم، وتنجم تعمل عليها في الأرقام اللي تقدمها لك. خلاف الجي تي 3 تدعم الجي بي اس وتقيس التمبيراتور، ضغط الهواء، الارتفاع، خاطر فيها زادة للسنسر هذم الكل. وأنا ديجا جربت الضغط والارتفاع وأنا في الطيارة والأرقام كانت دقيقة. ونجم نقول لكم أنه الجي تي 3 متوافقة مع جميع الأجهزة، كل ما عليك أنك تصب لهواوي هذه الابليكاسيون هذه متوفره على تليفونات الايفون والا اي تليفون اندرويد والا بطبيعه الحال هواتف هواوي. دونك جوست تلقاه بالبلوتوث بكل سهوله ويوصلك عليها لنوتيفيكاسيون الكل، وكيف كيف تنجم تتكلم من خلالها الخاطر فيها ميكرو وسبيكر، يعني مش لازم عليك تهز التليفون وتجاوب على المكالمه، تنجم تجاوب على المكالمه من خلال الساعه الذكيه. الجي تي 3 فيها مئات الواتش فيسز اللي تنجم تغير بيناتهم وتلقاهم زادة في الابليكاسيون هواوي هيلث، وفيها تطبيقات تساعدك في حياتك اليومية كيما الفلاش، الالارم، فاند ماي فون، مابس، ويذر اللي يعطيك زادة اوقات السانسيت والسان رايز، تتبع نومك، معطيات رياضية كيما الديستانس، قداش حرقت كالوري، انواع الرياضات اللي قمت بها اليوم، ستريس ليفل، اي اي كوتش، بوصلة، اكسترا. وهذا الكل اكثر موجود فيها واستخدامها ياسر سموث. ونزيدكم زيادة انه الواتش جي تي 3 فيها ستوكاج 4 جيجا، يعني تنجم تصب فيها الموسيقى اللي تساعدك وتلقيها بالايكوتور بلوتوث، وهكا مش لازم عليك تخرج التليفون معاك تحب تعمل سبور. واخر حاجة رهيبة نحب نقول عليها انه الساعة هذه توصل تكفيك 14 يوم استعمال، معناتها حاجة ممتازة على الاخر. انا بالنسبة لي الحاجة الوحيدة اللي ماذا بيا تزيد تحسن في سمارت واتش هذي انها تزيد تدعم التطبيقات، هذا ينجم يصير عن طريق السوفتوير ابديت والا كيف كيف عن طريق الابليكاسيون هواوي هيلث. وانتي شنو رايك في السمارت واتش هذي؟ قولي في التعليقات، وما تنسوش كالعادة هيك الدعم باللايك والشير والسبسكرايب، تفعل الجرس وتابعنا سيوق فيسبوك انستغرام وتيك توك، وتابعوا جروب فيسبوك اللي عملناه ليلكم انبوكسينج تين فان كلوب. كان عندك اي مشكلة اي سؤال خاصة تخلي السؤال نتاعك في ميكا والناس الكل تجاوب عليك. كيف كيف كنت تحب تعرف اخر اخبار التكنولوجيا لحظة بلحظة، كل ما عليك انك تزور الموقع نتاعنا unboxingtain.com والا الفيسبوك unboxing تين. وهكا ما بقى كي نقول لكم كي نشوفكم ان شاء الله بافضل حال في الحلقات القادمة. A très bientôt.